مضل بلان بغران او بدي بكل مسي هل دور كسلاطين تعقاشة ويل كيو وحكرت كل الدول وككل ديمين قبل ضد الك سومالا أي هيد على مسار كبغر محمود أحمد ليبان أي عاقل حسين أحمد عبدي وكقب صنطي دقمد عيل فين وقبل كسناك مناسبات أنه هيد مناسبات ما قام كيو ضاد صر هيو أي وحكر سوقيب قريب بدي ما مدح الرقميات كدي كان ضد سومالا شعبنا دقمد عيل فين قار كم يد مسؤولية تهير دقمو أي مرت الشرف قال ضاد تراب بدن وسوسوب هي مدش الوع على مسار يبغر يا عاقلك waxaan ugu horeentii ba hadalada uu kala dambeeyay madax dhaqameedkii iyo marti farajkii madasha ay ka soo qayb gashay dhamaantood ba si isku mid ah u soo dhaweeyay boqorkan cusub iyo caaqilka iyagoo ugu duceeyay in Alle xilkaasi ku astro waxaan hadaladooda kamid ah sida tan waxaan soo dhaweynayaa dhamaan isimada iyo shacabka reer Soomaaliland ee ilaa ayaamihii u dambeeyay u soo guclaynayay si ay noogala qayb qaataan hadaan nahay reer ciilaf weyn caleema saarka boqorka boqor maxamuud axmed liibaan iyo caaqil xuseen axmed ba waan idin soo dhaweynaynaa dhammaan marti sharafta annagu waxaanu nahay reerkii raasti soo xushay boqor maxamuud axmed liibaan cumar iyo xuseen أحمد عبدي هدي أنا غير كان هاي مسجد اللوية مسجد شرف تلوجو يمي أنا قاعد دربني أنا قاعد غرقن مناسبة دبلارن أنا قاعد كنت على قوي أيوة شو دوين تا وفوت شرف تبادن هريرة ملدر يمردو بكتمي أدي هاد بنو شو دوين إن الأرين تاس لبدا بقر كأي عاقل كلاجو صوت دورتاي هدانو نهاي بيشة سعد يونس أو بيشة هاد دلالك اللي داريس باكا ياري بيشة تفريل حسن نوان ولقار الناي هدانو نكمد نهاي وحان هالكن مانتا سفر حد له وغسو دوين ايا دمان مرتي شرف تكتمي قبل ذاك اللي دلالك وانوكو علي مسارة انو بقر محمود احمد ليبان يا عاقل حسين احمد أنا أقول هالضايع وغاش عيل في نفكي ذا أما حمر لمان بغركا يا عاقلكا وأنا صوت حرمة وأنا صوت دورنا أمر الله غدا وأنا متعالي ذا وأنا ندين لي وأنا نحوش القبان كرا وعلى الله أقول بركيو أديك يا عارف وين سلو ويني يا إذا كرا أنا بدي دري صوت بس ما ترى وانا هذا اللي وانا عمري ثلاث كان هذا وانا مسكين شيء جاي أنت أكدين وأدعو يدردارا وحلاي هاي وايدين دعينينا حلكا امان تقادين حفلة دن بلان اي بغران اي ساكا اينو يسوكو نمي واينو كو بغرينو بغر محمود احمد ليبان عمر ايو عاقلكا باشا موسى سمتر عاقل حسين احمد مانتا ومالي وين ومالي فرحديد ومالين قيمة قونية نولي هدار من هاي قبل كسراق ومالين قيمة قونية نولي دك مدى عيلة فوين ومالين قونية قيمة قونية نولي دك مدى قردك قلبيت كسراق دمان ومالين قيمة قونية نولي دمان دات كالك يمي ايو يمينا ينرع على مساران بغر محمود احمد ليبان يا عاقل حسين احمد عبدي وحلي هاي سو دوات مدشو وا مدل دعو يا دردارن اوغو هورين وحن دعينينا بقوركا يو عاقلكا بقور محمود احمد ليبان عمر يو حسين احمد احمد عبدي بقوركا يو عاقلكا إلهي ما دورتي وأحفظ دورتي أبغى بنوي إسرائي كرويان بغر محمود أحمد ليباني يا عاقل حسين وان أبارك إنا وان سود وين إنا وان كاقبل الهير كاني إنو كاني دمانتين aad baan ugu mahadnaqayaa xafladdan qiimaha iyo sharafta weyn ay ka muuqato ciddii soo agaasintay guddidii soo maamushay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa mahadda kadib mar labaad waxaan u mahadnaqayaa
بغور محمود أحمد ليبان يجي عاقل حسين أفيرة وحن مركا وقوه الرسالة كانوا قد دعين إياه بغور محمود أحمد ليبان يعاقل حسين أحمد عبدي وحن لا هاي لهاي هاي ذكاء الصرحيل كاه انتي يقهر ريسي هل كان كدو عيسين الدعاء دي ايو دعيين الله هو اقبره انت الله الشيقي وامارين غالية وامارين دقر الى هاي سبوكين كيني انه اكم اذا يسلح دي قبول السومال اللان وعهل كان ما انت اعلاو علي مصاريا وانو اتوقنا بغر محمود احمد هي تيف عابر حسين احمد وامسيقى رو صاحبنا هاي الله صور دورتي وقادنا إسا ليلك آدي آدوانوهم بليينينا بغوركا إيا عاقلكا ماان تاينو هالك المناسبة دو دي سكون نمي نونتي شرفوين بينوت هاي آنيقو أكو حد لايافكا داقن كقوبل كالسراك سدلت دو قودة قوبل كالسراك دو ماان أفكو يدي كو حد لايا وحان لايا هاي سو دوادا إلا هاي وحاو سي علمي يقرح آيات القرآن كأو عذكار كساينا فروح لو بحلو قدرته وقرتوا يوم ما ضحنا بس وشرينا حاله علمي قول الشوق من أكثر قروحة وحان وان مرخاتك هاي بقر كا يود عاقل كرير بصوت طبع الوافر تسيفه كسبيسية وحان لا هاي وحان مركاه هاي أو مرقاتكاه هاي محمود أحمد ليبان محمود أحمد ليبان عمر إنه دين ليي ومادي ليي وأقول ليي ورجل نبل ليي وديغ ليي وطل ليي هاي ودوية ليي وحقرت كيكر الدوناء ee beesha maanta aynu caleema saarayno boqorka iyo caaqilka ka soo jeeday oo ino soo bandhigay rabitaankooda iyo siday ku soo xuleen waxaanu leenahay boqolkiiba boqol annaguna waa idinla qaadanay waana u qalmaan inaad hawshan soo xushaan boqorka boqor maxamuud axmed badliibaan iyo caaqil xuseenna waxaan leeyahay ku soo dhawaada madax dhaqameedka somaliland afar qodob baan u soo baxnay annagoo guddoonkii dhaqanka soomaalilana oo argaysa joogna ayaa cashuumaadda boqorka caleemasaarkiisu ayna soo gaadhay salaadiinta guddoonkoodii waxbaan isweydiinay wixii aan isweydiinay waxay ahayd inaanu u baxno ceelaf weyn iyo gobolkii ceer gaabo sanaag oo aan ugu soo baxno boqol maxamuud أحمد ديبان خروا حوار كتبتين إلا بدو رشو إسكو سكن لكن ما دهال كو عكد عيسى على مسار لبا على مسار إسكو سكن يا هين وحن قبر ينا هنا النقضان قار تيجان كوجة يدد كوجة بقى أنفعة وحين أمكو بينا دعية دارن aad baa halkan looga hadlay aadna waa loogu duceeyay boqorka iyo caaqilka aynu halkan ku calay reerka soo xulaynana calayma saarayno waxaan aniguna la qabaa oo ku koobaya waa goor dambe intaa loogu duceeyay intaa lagula dardaarmay waxaa mahad iska leh marka koowaad ilaahayga weyna waaxidka halkan inoogu soo kulmiyay isugu keen keenay mahadda labaad waxaa leh salaadiinta iyo boqorada iyo garaadada ugaasyada jiifa caaqilada guurtida haweenweynaha ayaa mahadda labaadna iska leh mahadda labaadna iyagaanu celinayaa alxamdulilah rabbilcaalamiin
الصلاة والسلام على رسول الله وبعد بركور إلهي بامهضة كلن كان وناكسن سوكين كاني نبت قليني نقول مييي إلهي بامهضة مركة حقا وحنو بهذه علنا يا دمان انتي كسو غيب الشيء ما عكستها كسو غيب قرين سفر هذا دادير غار كودو سو مرين وقال هذا فوق يسو مال لان دمان تود سكي ماتين وحن كلو ما علنا يا dadkii qaban qaabada xafladan lahaa rag iyo dumarba oo runtii muddo bil iyo dheerada ka shaqeynayay inay xafladan suurto gasho gabagabadii xafladan waxa lagu caanashubay boqol maxamed axmed liiban dr jaamac maxamed laanta afka soomaaliga cba degmada ciilaf ee gobolka sanaag واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها